بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيد الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها نجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجد لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سميا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم كن هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
فاستدانه نمن وفي ضلال مبين هنا رأيت من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فأنا تؤتي المكذبين وانتون أو تذهلون فيذهلون ولا تذكر لحنا في مهين هماز مشاء بنميم مناء للخير معتد عسيم عتل بعد ذلك سنيم أن كان ذا مال وبنين إذا دسنا علي آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليسلمن مسبحين ولا يستثنون فترفع عليها الطائف من ربك وهم نائمون فأصبح كالصريم فتنادوا مسبحين أن يغدوا على حرسكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدا على حرد قادرين فلما رعوها قالوا إنا نظنون بل نحن محرومون قال أوسدهم ألم أكن لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين أسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سنوم أي يوم ذلك الزعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشية أبصارهم تناقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرج من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرمين أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم فجدبه ربه فجعله من الصالحين
وإياك أنتم الذين كفرون يسلمون قم أمصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود عاد من قارعة فأما ثمود فأهلكوا بطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خافية فأنترى لهم من باكية وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات من خاطية فعصوا رسول ربهم فأخذ مخنة رابية إنا لما تلما وحملناكم في نجارية لنجعلها لكم تذكرة وتهيا أذنها فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت واكعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على رجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ يدرون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية هدوف ودانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلمت في أيام خالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أظلم حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يكونه إلا نخاطعون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإن إنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما
يبصرونهم يود المجرمون ويفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفسينة التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيك الله إنها نظن الساعة الشوى تدعو من أدمر وتولى وجمع فوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مس الشر جزوعا وإذا مس الخير منوعا إلى المصلين الذين هم على الصلاة دائمون والذين في أموالهم حقمان للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب رب مشفقون إن عذاب رب غير مأمون والذين من الفروج ما يفذون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين من أمانات وأنتم راؤون والذين هم من شهادات غائبون والذين على الصلاة محافظون أولئك في جنات مكرمون فمن الذين كفروا كبارك مبين عن اليمين وعن الشمال يزيد أيطمع كل امرئ منكم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا من وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشية أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله وتقوا واتبعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابيا في آذان واستغشوا ثيابا واستغبروا استغبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني علمت لهم وسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأهوان وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نارا ما لكم لا ترجون لنا وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله السماء والسماوات تباقا وجعل القمر فينا نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيه ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض مساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إن وصني واتبعوا من لم يزده مال وولده إنا خسارا ومن كانوا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا
مما خطيئات موركوا فدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين تيارا إنك يدنهم يدن عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولنشهد بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول السفينة على الله شططا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادهم رهبا وأنهم ظنوا كما ظننتم لعباس الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليئا حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسامعين فم يستمع الآن يجد شابا رصدا وأنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض ما أراد بي رب مرشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ترائك كددا وأنا ظننا أن لا نجز الله في الأرض ولن نجزه وربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أنغدقا لنمتنهم فيه ومن يرد عن ذكر ربي يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه مرتهدا إلا بلاغا من الله ورسالاته وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَكُلُّ عَدَدًا قُلْ إِنَّ أَدْرِي أَنْ قَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ مَا يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عادم الغيب فلا يزير على غيبي أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إنا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل أشد وأوق ومكيلا إن لك في النار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرك والمغرب لا إله إلا هو فداخله وكيلا واصبر على ما يقولون واجره مجرا جميلا وذني للنعمة ومهنهم قليلا إنا نجينا أنكان وجحيما وطعاما ذا غصة وذابا عليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال قسيما مهيلا
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذنا وأخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر بك نعد مفعولا إن هاتي تذكر فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف ومن ثلث وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر من وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتسر قم فأنذر وربك فقبل وثيابك فطهر والرجس فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في النكور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين خير يسير ذني ومن خلت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومات له تمهيدا ثم يطمع أن نزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأريكم سودا إنه فكر وقدر فقدر كيف قدر ثم قدر كيف قدر ثم نظر ثم بس وبس فقال هذا إنا سير يوسف إن هذا إنا قول بشر سأسلي سقر وما أدرك ما سقر لا تبغي ولا تذل وحد للبشر وليد السبع شر وما جعلنا أنساب النار إلا ملكة وما جعلنا إدادة من أنفسنا للذين كفروا لسيكنا الذين أودوا الإدامة وإزداد الذين آمنوا إيمانا ونتاب الذين أودوا الإدامة المؤمنون وليقود الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مسألة ذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنا لإذا كبر نذير للبشر لما شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسب رهينة لنفسها باليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ندعي من مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكاشف يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم من تذكرة مريدين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسفرة بل يريد كل امرئ من ويؤتى سوفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة ومن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه
بل يريد الإنسان يفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلغ البصر وخسف القمر وجميع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزن إلى رب يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ ما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تعرب لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأنا فتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا كلا بل نعبنا الأجل وتذلنا الأخيرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراقي وكيل من راكي وظن أنه الفراق ولتنفذ الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صدى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فعولى ثم أولى لك فعولى أيصب الإنسان ويسرق سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى وهو القادر بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعددنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أين يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستتيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما واسيرا إنما ندعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظرا وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وتانية عليهم ظلالها وظللا غدوفا تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وكواب كان سوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رعيت محسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رعيدا ثم رعيدا عيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس ندن واستبرك وحن وسامر من فضة وسقاه ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لهم جزاء وكان سيهم مشهورا إنا ما ننزلنا عليك القرآن تنزيلا فاسمن يحب ربك ولا تدع من أسنا غفورا واذكر اسم ربك مرة ومن النيل فسنا وسبيون إلى طويلا إن هؤلاء يعيبون العجلة ويظهرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقنا وشددنا سرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء أن تخل إلى ربي سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارغات فرقا والمركات ذكرا هدرا عنودرا إنما توعدنا لواكي فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسمت وإذا الرسل أعطينا لأي يوم أتينا ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نسمى الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فلما قادر ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وسقيناكم ماء فرادا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا غنين ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يزال لهم فيتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك ننجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون آمنا بالله رب العالمين.